للحديث عن الموضوع معنا من عمان المحامية والناشطة الحقوقية الأستاذة إيناس زايد. أستاذة إيناس مرحبا بك. المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب تحدث عن 3200 من أهالي سامراء معتقلون في سجن لميليشيا سراي السلام في بلد شمال بغداد. هذه الأعداد الهائلة وفي سجون غير رسمية يدعو للتساؤل، أين منظومة الدولة في العراق؟ يعني ملف المسكتين العراقيين والمسكتين القطريين في العراق هو ملف قديم وما زال يطرح في كافه يعني او كل مناسبه سواء على المستوى المحلي او المستوى الدولي او حتى على المستوى الاممي. قامت الامم المتحده بالتحذير والمطالبه اكثر من مره بالحكومه العراقيه للتحرك من اجل هذا الملف الذي يعني هو على قدر من الخطوره، لاننا نتحدث عن اعداد كبيره بالالاف هناك المسكتين قطريا، ولكن على الرغم من هذه المطالبات كافه لا نجد اذنا صاغيه عند الحكومه العراقيه يعامل هذا الملف وكانه ملف عادي وكان هؤلاء الاشخاص لا قيمه لهم يعني كاناث وكبشر. لا يوجد هناك يعني رده فعل حتى تشير الى وجوديه من اجل الافراج او حتى معرفه ان هؤلاء الاشخاص، بينما يقضى عدالية هؤلاء الاشخاص تحت وطأة ويعني خوف ان يكون قد حصل شيء لابنائهم وهم لا يعلمون اصلا فيما اذا كانوا احياء ام اموات. هذا الامر يدعونا من اجل التجديد وايضا يعني الضغط اكثر على المنظمات الدوليه وايضا على الحكومه العراقيه من اجل التحرك باتجاه هذا الملف من اجل معرفه هؤلاء الملف. يعني ربما على العنوان الرئيسي له هو استهداف سكان لمناطق بعينها، هناك تداعيات معينة لذلك، كيف ينظر القانون الدولي إلى استهداف سكان مناطق بعينها في العراق أو فيما يسمى بمصطلح التغيير الديموغرافي؟ يعني أنا لم أسمع السؤال جيدا، ولكن يعني هناك العديد من الحالات لاختفاء قطري كانت لمناطق بعينها حسب ما فهمت السؤال. نعم هذا الامر ايضا يشير الى وجود تمييز باتجاه اشخاص معينين، يعني هناك انتقاء في ايضا اعتقال بعض الاشخاص الموجودين في مناطق معينه. هذا الامر يشير الى وجود يعني انتقام شخصي اتجاه هؤلاء الاشخاص، ربما تصفيات شخصيه وايضا بدفع الانتقام. هذا الامر كله يتنافى مع يعني اولا القانون الدولي لحقوق الانسان وايضا القانون العراقي الذي يمنع ايضا اعتقال اي شخص على خلفيه شخصيه او انتقاميه. ولكن على الرغم من ذلك لا يعرض هؤلاء الاشخاص على محاكمات عادله، وبالتالي لا يجدون انصافا لقضاياهم ولا يتحقق العدل فيما يعني فيما يتعلق بحقوقهم. هذا الامر نجده ايضا انتهاك لابد من التحرك بصدده من قبل الحكومه العراقيه. رغم هذه الاعداد الهائله من المعتقلين قسرا ومن المغيبين، لان هناك صمتا حكوميا بالاضافه الى الصمت الدولي عن ما يجري، من يتحمل المسؤوليه القانونيه عن اعتقال يعني هذه الأرقام المهولة من المواطنين؟ الصمت عن هذه الجرائم عن هذه الانتهاكات لم يؤدي إلى شيء في المطلق، لم يكن هناك أي نتيجة إيجابية اتجاه هذا الصمت. سوف يزيد الامر سوءا فيما يتعلق بالوضع الحقوقي في العراق. لابد من التحرك حتى لا يتم يعني جمع هذه الملفات المأساوية، لان عندما نتحدث عن ملف المختفين قسريا نحن نتحدث عن ملف واحد في العراق، بينما هناك ملفات اخرى يجدر ايضا الالتفات لها. لذلك فالصمت عن هذه الجرائم وعن هذه الانتهاكات هو لم يفضي بالنتيجه الى اي يعني منحى ايجابي في العراق. ذكرت انه لابد من تحرك لايقاف ذلك، ما هو دور المنظمات الحقوقيه؟ المنظمات الحقوقيه ايضا معنيه بتسليط الضوء على هذه الملفات في كافه المحاكم الدوليه. لابد من الاشاره الى ان الملف العراقي هو ملف على قدر من الاهميه عندما نتحدث عن حقوق الانسان في العراق.
احيانا يعامل الملف العراقي كملف ثانوي او ملف يعني على الهامش، لا يوجد احيانا تحرك فيما يتعلق بحقوق الانسان في العراق بحجه ان هناك اولويات اخرى في المنطقه وعلى وجه التحديد في منطقه الشرق الاوسط، وهذا الامر غير مقبول، لانه عندما نتحدث عن انسان وحقوق الانسان نحن نتحدث عن كافه البشر على قدم المساواه، لا يوجد تمييز في طرح خضاياهم. لذلك من المهم جدا على المعارضات الحقوقيه ايضا ان تشير وتسلط الضوء على هذه الانتهاكات من اجل الضغط على الحكومه العراقيه لتحرك من اجلها. في الوقت ذاته يعني قال الصليب الأحمر أن مئات الآلاف من المفقودين في العراق لا يعرف عنهم شيئا، هل هناك سبيل من وجهة نظرك لكشف مصير هؤلاء؟ يعني من كان هناك تحرك على المستوى العراقي يجب ان يتم التحرك على الصعيد الامني اولا، يجب تفعيل المنظومه الامنيه بطريقه من الممكن لها ان يعني تكون قادره على ايجاد هؤلاء الاشخاص المختفين على التصوير، سواء كانوا مختطفين او كانوا في معتقلات سريه ام كانوا في معتقلات تابعه للدوله، ومن ثم ايضا التحرك على مستوى المنظومه القضائيه، لاننا عندما نتحدث عن هؤلاء الاشخاص فيجب ان يعرضوا على محاكمات عادله، ان ينصف قضاياهم، فهذا الامر ايضا مطلوب من الحكومه العراقيه على وجه التحديد من خلال تفعيل الاليات الوطنيه كلها من اجل انهاء ايضا هذا الانتهاك. نعم، من عمان المحاميه والناشطه الحقوقيه الاستاذه ايناس زايد، شكرا جزيلا لك.